السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من سوق الجمال. النهاردة بتشرف أكون معاكم وهنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو مجال تفتيح البشرة. وقبل ما نتكلم عن مجال تفتيح البشرة هندي نبذة سريعة جدا عن البشرة والجلد، تشريح الجلد مكوناته إيه عشان نعرف احنا لما بنشتغل على تفتيح البشرة بنشتغل على ايه بالظبط في الجلد، وبالتالي بنختار طريقة العلاج المناسبة. لو هنتفرج على الصورة اللي قدام حضراتكم، صورة رقم واحد نشوفها مع حضراتكم دلوقتي، هيبقى فيها يعني زي مقطع، ايوه بالظبط ده اللي احنا شايفينه، ده مقطع طولي للجلد بيبان قدامنا ان الجلد بيتكون من ثلاث طبقات، طبقة الابيدرمز اللي هي الطبقة الخارجية الكبيرة، بعدين الطبقة الوسطى اللي هي طبقة الدرمز، والطبقة السفلية اللي هي الفات اللي هي طبقة الدهون. لو خدنا بالنا طبقة الابيدرمز اللي هي الطبقة الخارجية هتلاقيها بتتكون من ثلاث خلايا، الكيراتوسايتس اللي هي بتفرز الكيراتين او بتنتج الكيراتين اللي هي بتعمل القوام الخشن للجلد، والميلانوسايتس اللي هي بتنتج صبغة الميلانين، وصبغة الميلانين دي هي اللي ربنا خلقها عشان تدي اللون للجلد وللشعر والعينين، وبالتالي دي هنستفيد فيها وهنتكلم فيها شوية. والطبقة الأخيرة اسمها لانجر هانز سيل، ودي بتلعب دور مناعي في مناعة الإنسان. الطبقة الوسطى اللي هي الدرمز زي ما احنا شايفينها فيها اللي هي البصيلة بتاعت الشعر، منبت الشعر، فيها الغدد بتاعت العرق اللي بتلعب دور مهم جدا في أثناء الحرارة أو أثناء البرد، إما بتنقبض أثناء البرد فتمنع العرق إن هو يطلع فالجسم يحتفظ بدرجة حرارته، أو أثناء الحرارة بتتسع اللي هي الغدد وفتحات الجلد بتوسع، وبالتالي بتسمح بتبخر مزيد من العرق لترطيب جسم الإنسان. عندنا برضو في الغدد الدهنية اللي هي سبيشيس جلانز، ودي بتفرز اللي هي الدهون فوق الجلد، ودي ليها حاجتين. اول حاجة الدهون ديت هدفها ترطيب البشرة فيفضل الجلد يعني متماسك وفيه رطوبة شوية، زائد ان هي بتعمل زي حاجز وقائي او عازل للجسم ضد الميكروبات والبكتيريا والفيروس، وبالتالي فهو ايضا بيلعب دور بصورة غير مباشرة في الجهاز المناعي بتاع الجسم. لكن لو زاد افراز الغدد الدهنية ديت فبتتحول المادة الدهنية اللي على الجلد الى مادة خصبة يعني بيئة خصبة بتستقطب الميكروبات، وبالتالي بتساعد على ظهور الحبوب، ودي هنتطرق ليها اثناء الحلقة. ايضا بنشوف ان هو عندنا الاوعية الدموية زي ما قلنا والنهايات العصبية، والطبقة الاخيرة فيها اللي هي الفات او الطبقة الدهنية، ودي عبارة عن مخزون الطاقة بتاعت جسم الانسان. حضراتكم عارفين ان احنا لما بناكل النشويات الجزء منها بنستخدمه بيتكسر في صورة جلوكوز وبيخش الخلايا وبيطلع طاقة بنستهلكها في جسمنا، والزيادة بيتحول الى دهون ويخزن في طبقة الفات او الدهون، وده مخزون الطاقة بتاع جسم الانسان. لو نشوف الصورة رقم 2 بعد اذنك. صورة رقم 2 بتوضح لنا الفرق بين السن الكبير والسن الصغير، ولو نشوف الانكماش اللي في جلد الانسان اللي بيحصل بنلاقي ان الجلد بيبقى مضغوط اكتر بسبب طبقة اللي هي الدرمز اللي هي الطبقة الوسطى اللي احنا قلنا بيبقى فيها الشعر والغدد التعرق وغدد الدهنية بسبب مادة الكولاجين والإلاستين اللي هي بتشكل الهيكل بتاع الطبقة اللي في الوسط، ومادة الكولاجين اللي هي المسؤولة عن اطفاء يعني الفلكسبيليتي اللي هي المرونة والصلابة بتاعت الجلد. فمع كبر السن المادة دي بتبدأ تنكمش وبتتقلص، فنلاقي دايما كبار السن في تجاعيد في انكماش للجلد، وهو ده الفرق بين السن الكبير والسن الصغير. ومعدل انتاج الخلايا الجديدة، حالة الاحلال والتجديد للخلايا اللي بتحصل في جلد الانسان بتتراجع، وبالتالي بتبقى انتاجية الخلايا مش زي الاول. طيب هنرجع لموضوعنا ونقول ان هو قلنا ان الطبقة الاولانية هي طبقة الابيدرمز،
فيها خلايا الميلانوسايتس اللي بتنتج صبغة الميلانين. صبغة الميلانين هي اللي مسؤولة عن إطفاء اللون للجلد وللشعر والعيون. طيب هل احنا كلنا واحد؟ لا بالتأكيد مش واحد، وإلا كلنا هنبقى لون بعض. طيب الإنسان اللي هو البني آدمين اللي هم عندهم بشرة داكنة، بشرة سمراء، عندهم عدد من الميلانوسايتس أكبر من الناس اللي هم ذوي البشرة الشقراء. وبالتالي بنختلف من بني آدم للتاني في ثلاث حاجات: عدد خلايا الميلانوسايتس زي ما قلنا بتنتج صبغة الميلانين، عددهم، توزيعهم، وحجبهم. أي خلل في الثلاث نواحي دول بالإضافة إلى خلل في الإنتاجية بتاعة الخلايا بتعمل بعض الاضطرابات، ودي هنشوف نموذج منها في صورة رقم 3 وصورة رقم 4 لما نشوفهم مع حضراتكم دلوقتي. ده نموذج للمريض البهاق. زي ما احنا شايفين ان في بعض الاماكن في جسم في وجه المريض بتبقى فاتحة اكتر من الاماكن التانية، ده نتيجة خلل في انتاج صبغة الميلانين في المناطق الفاتحة ديت، وبالتالي توزيع اللون على وش المريض بيبقى مختلف، اماكن فاتحة اماكن غامقة. وزي ما قلنا اي خلل اما في العدد او في الحجم بتاع الخلايا او في توزيعها او في وتيرة انتاج الصبغة بتاعة الميلانين بتعمل الاضطراب ده. مريض البهاق هنتكلم عنه كان بيتعالج ازاي ودلوقتي بيتعالج بطريقة تانية، بس نشوف الصورة اللي بعد كده اللي هي صورة رقم 5. ده نموذج ايضا للخلل في انتاج الميلانين اللي زي ما قلنا هو مسؤول عن صبغة اللون اللي بتاعة الجلد والشعر والعيون. ده مريض اللي هو بنسميهم كارهي الشمس او الالبينو، ده بيبقى عنده خلل جيني وبالتالي جسمه غير قادر على انتاج الميلانين، فبنشوف وشه وشعره شاهق البياض، ودول الحقيقة الناس دول يعني ربنا معاهم بيعانوا من يعني صعب جدا انهم يقفوا في الشمس لان جسمهم ما بيقدرش يستحمل الشمس. طيب ده عرفنا الوظيفة بتاعت الميلانين، لكن ايه تاني وظيفة من وظائف صبغة الميلانين غير ان هو بيدي اللون؟ الميلانين ربنا خلقه يعمل زي حجاب حاجز او واقي ضد اشعة الشمس. عارفين الاشعة اللي هي فوق البنفسجية اللي في اشعة الشمس لو اتسلطت على جلد الانسان فترة طويلة بتعمل خلل في الدي ان ايه اللي هي المادة الوراثية اللي جوه جسم الانسان، وبالتالي عملية التكاثر والانقسام بتاعت الخلايا بترتبك وتضطرب، ودي اولى خطوات الاصابة بمرض السرطان. ولذلك ربنا خلقها صبغة الميلانين دي بتعمل زي حجاب حاجز ضد الشمس، وبتمتص اللي هي اشعه الالترا فايلوت او الاشعه فوق البنفسجيه تحمي جسم الانسان وتبقى اجراء وقائي وعكسي ضد الاشعه الالترا فايلوت اللي هي المضره. اشعه الالترا فايلوت او فوق البنفسجيه بتتركز اكتر وقت في اشعة الشمس ما بين الساعة 10 الصبح والساعة 4 العصر، ولذلك بننصح يعني المواطنين ان هم ما يتعرضوش تعرض مباشر لاشعة الشمس في الوقت ده من 10 الصبح ل 4 العصر، عشان دي بتشهد يعني ذروة تركز اشعة الالترا فايلوت او فوق البنفسجية في اشعة الشمس، وبالتالي بيكون الضرر يعني بيبلغ اقصى حاجة فيه. طيب زي ما احنا عرفنا ان هو بيتكون طبقة حاجبة ضد الاشعة فوق البنفسجية، ولذلك تلاقي زي ما قلنا الناس اللي هم ذوي البشرة السمراء ذوي البشرة الداكنة بيبقى عندهم صبغة الميلانين بكثافة، فهم يعني ربنا خلقها لهم عشان الناس دايما بيبقى موجودين قرب خط الاستواء او في الاماكن اللي فيها درجة حرارة عالية، فربنا بيحميهم من الإصابة بمرضى بمرض السرطان عن طريق اللي هو اللون الداكن ده المليء بصبغة الميلانين كإجراء وقائي واحترازي ضد أشعة الشمس. لكن المعادلة الصعبة هنا اللي احنا بنتكلم عليها، هل احنا محتاجين الشمس ولا مش محتاجينها؟ يعني إذا كنا احنا محتاجين الشمس، طب ربنا خلق لنا ليه صبغة الميلانين اللي تحمينا من أشعة الشمس؟ هي دي المعادلة، ودايما احنا بنقول ان التوازن في كل شيء هو المطلوب. محتاجين اشعة شمس؟ بالتأكيد محتاجينها، لان اشعة الشمس بتساعد على تكوين فيتامين د تحت جلد الانسان اللي بيتخزن لاحقا في طبقة الفات لير اللي اشرنا ليها في الصورة اللي قبل كده، والفيتامين د ده هو المطلوب لتثبيت الكالسيوم، امتصاص الكالسيوم في جسم الانسان وتثبيته في العظم.
عشان كده بننصح الأطفال الصغيرين إن هي يعني أمهاتهم تقعدهم في الشمس في الفترات الصباحية بالذات، وتجنب الفترة ما بين الساعة 10 للساعة 4 العصر، يعني حتى يتجنبوا الأضرار الجانبية لأشعة الشمس عشان ياخدوا أشعة الشمس المفيدة، وبالتالي جسمهم يبدأ يصنع فيتامين د ويثبت الكالسيوم جوه العظم عشان العظم والسنان بتاعت الأولاد. طيب ده بياخدنا في حتة تانية زي ما احنا الصورة اللي هي بالظبط شايفينها كده، اللي هو الألبينو المريض اللي عنده خلل في تصنيع صبغة الميلانين. خلاص شكرا مش عايزين الصورة. فنرجع للي احنا كنا بنقوله ان هو طيب اصحاب البشرة الداكنة عندهم ميلانين كتير، وبالتالي بيبقى لون البشرة بتاعتهم اسود او بني غامق، ولذلك مادة الميلانين دي بتمتص كل أشعة الشمس اللي بيتعرضوا ليها، وبالتالي أجسامهم بتبقى غير قادرة على تصنيع فيتامين د اللي بيثبت الكالسيوم، ولذلك بننصح ذوي البشرة السمراء أو ذوي البشرة الداكنة بإن هم ياخدوا بديل تعويضي لفيتامين د عشان جسمهم بيبقى أقل قدرة على تصنيع فيتامين د، يعني وبالتالي فهم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام. دي كانت نظرة سريعة على المعادلة اللي احنا قلناها، محتاجين أشعة الشمس صحيح، ربنا خلق لنا ليه صبغة الميلانين، وقلنا الفايدة بتاعتها الظاهرية انها بتدي لون، وقلنا الفايدة ان هي بتحمي جسم الانسان من الاصابة بمرض السرطان عن طريق انها بتمتص الأشعة فوق البنفسجية اللي في الشمس. طيب لما نقول ان هو صبغة خلايا الميلانوسايتس اللي هي بتفرز الميلانين دي بتنشط مع أشعة الشمس، يعني كل ما الواحد بيتعرض اكتر لاشعة الشمس، لو نشوف كده الصور اللي عندنا صور 5 أو 6 هنشوف مدى التعرض لاشعة الشمس. الصور دي بتوضح يعني الناس اللي هي بتتعرض لاشعة الشمس زي كده، مثلا ده في سباق جري او في مصيف، وده بيبين احنا لما بنروح مصيف ليه جسمنا بياخد اللون البرونزي او بيتغير، عشان خلايا الميلانوسايتس اللي مسؤولة عن افراز الميلانين بتنشط كلما احتدت اشعة الشمس، ولذلك ان احنا الناس اللي بياخدوا اللي هي حمامات الشمس او التانينج او بنروح المصيف بنرجع نلاقي جسمنا متغير في اماكن فاتحه واماكن غامقه. الاماكن الفاتحه دي اللي هي اتعرضت اكتر لاشعه الشمس، والاماكن الفاتحه اللي هي ما اتعرضتش لاشعه الشمس. يبقى كده عرفنا الموضوع ده. طب ايه اسباب تاني ممكن تغير لون جلد الانسان؟ في اسباب كتيرة رصدناها وهنقولها لحضراتكم. اول حاجة اللي هو تغير نسبة الهيموجلوبين. نسبة الهيموجلوبين اللي هي زي ما احنا عارفين اللي هو لو قل نسبة الهيموجلوبين هيعمل مرض فقر الدم، وبالتالي ده الانيميا، فهيبقى جلد الانسان اكثر شحوبا، هيبقى شاحب جدا وفاتح، تمام. ولذلك ان احنا يعني اي درجة فتحان في الجلد يعني يجب انها تستوقفنا شوية ونبدأ نتوجه للطبيب المعالج عشان نشوف نجري بقى الفحوصات اللازمة لصورة الدم ونعرف نسبة الهيموجلوبين عندنا قد ايه. لو قلت هتعمل شحوب في الدم. طب هل لو زادت ده يعني هل دي بتطفي حيوية او نضارة للجلد اكتر؟ مش لازم، لان لو نسبة الهيموجلوبين الطبيعية في الرجالة من 12 ل 18 وفي السيدات من 11 ل 17، لو زادت اكتر من النسب ديت بتعمل زي بقع حمراء او بقع روز على جلد الانسان، اللي ربما بتختلط الامر مع ناس كتيرة بيفتكروها انها حساسية. طيب مادة الكاروتين اللي موجودة في الجزر، اللي موجودة في الطماطم، اللي موجودة ايضا في الفلفل الاحمر والاصفر اللي هي الالوان، اغلب الفاكهة الملونة بتحتوي على مادة الكاروتين. مادة الكاروتين دي لو زادت عن النسب المعقولة جوه جسم الانسان بتعمل زي طفح جلدي او بقع صفراء او برتقاني على الجلد، ودي ايضا يجب ان احنا نتوقف عنها اذا ما لاحظنا اي من التغيرات في الجلد. بالتأكيد مادة الميلانين قلنا برضو اي خلل في انتاج الميلانين، اما عدد الخلايا او نوع او حجم الخلايا او توزيعها او وتيرة الانتاج، ده بيعمل خلل في انتاج الميلانين. وعرضنا نموذجين لحضراتكم من شوية اللي هو مريض الالبينو ومريض البهاق، دول عندهم خلل في انتاج صبغة الميلانين، وهنتكلم ايضا بعد كده كيفية العلاج مع علاج اي خلل
في إنتاج الميلانين. رقم أربعة، الحساسية من تناول بعض الأدوية. بعض الأدوية ممكن يعني تعمل حساسية للجلد، فبتتمثل الحساسية دي في بعض الطفح الجلدي أو بعض تغيير للون الجلد. رقم خمسة، الفطريات. ممكن يكون الإنسان مصاب ببعض الفطريات اللي بتعمل تغير في لون الجلد، وخاصة المناطق الحساسة زي المناطق التناسلية عند الراجل أو عند الست، ومناطق الاحتكاك زي الإبط وبين الفخذين، منطقة الكوع، منطقة الركب، دي كلها مناطق احتكاك وأكثر عرضة للإصابة بالفطريات. وهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يعني عمل حاجة، ان طبقة الإبيدرمس اللي هي الطبقة الخارجية، لو نشوف صورة رقم واحد تاني، طبقة اللي هي الإبيدرمس اللي هي الطبقة الخارجية، عقبال ما تجيلنا الصورة هنلاقيها ان هي بتبقى كثافتها بتختلف. ايوه هي الصورة ديت، كثافتها بتختلف من منطقة للتانية، يعني هنلاقيها دايما سمكها بيكتر في الاماكن اللي هي اماكن الاحتكاك زي الكفين، زي كعب الرجلين، زي مناطق الكوع، زي مناطق ثنايا الجلد، عشان تستحمل وتبقى طبقة واقية لجسم الانسان. في برضو غير الفطريات قلنا الحبوب، تمام، وكنا اشرنا ان الغدد الدهنيه خاصه ذوي البشره الدهنيه بيبقى موضوع الحبوب ده هم اكثر عرضه للاصابه بالحبوب، لان زي ما قلنا ان الدهون اللي بتفرز من الخلايا الدهنيه هي هدفها في الاساس ان هو تكون طبقه واقيه حاميه حاجبه ضد اي بكتيريا، اي فيروس، اي ميكروبس تخش جوه جسم الانسان. لكن لو زادت عن المعدلات الطبيعيه خاصة بيبقى أصحاب البشرة الدهنية بتتحول إلى بيئة خصبة، بيئة جاذبة، بيئة بتستقطب كل الميكروبات، وبالتالي بتعمل تكتلات للدهون تحت الجلد، لا سيما عند منبت الشعر وبصيلات الشعر، وهو ده اللي بيعمل لنا تكتلات لصبغة الميلانين حولها، بيعمل بعض البقع البنية وبيعمل الحبوب. اثار الحروق، بعض الحروق بتعمل تغير في لون الجلد اثناء الحمل وبعد الحمل. استخدام كريمات ازالة الشعر برضو بيعمل بعض الحروق، اسف عفوا، بيعمل بعض اسمرار في لون البشرة. ادوات المكياج، مزيلات العرق خاصة اللي بيبقى فيها نسبة كحول عالية، دي برضو بتغمق لون البشرة. طيب برضو عندنا الكلف، عندنا النمش، برضو دي بتبقى خلل في انتاج الميلانين، الكلف والنمش، وبالتالي كده قلنا حوالي 10 نقط اسباب تغير لون البشرة، اما بسبب تغير انتاج وتيرة الميلانين او اي خلل في عدد الخلايا، في حجم الخلايا، توزيع الخلايا او وتيرة الانتاج، او في اسباب كتيرة تانية. طيب طريقة العلاج بنشتغل على شقين، اما لتقشير الجلد، ان احنا بنحاول ان احنا نشيل طبقة الجلد الخارجية اللي فيها نسبة صبغة الميلانين عالية، واحنا عايزين نفتح في الحالة ديت، فاحنا بنستخدم زي كريمات الصنفرة او المقشرات، كريمات اللي هيبقى فيها حبيبات، دي بتبقى حاجات خشنة بتحتك مع الجلد مع الطبقة الخارجية، وبالتالي بتشيل الطبقة الخارجية وبيحصل حالة احلال وتجديد بطبقة جلد جديدة فيها معدلات الميلانين في المعدلات الطبيعية. في برضو بنشتغل على محور تاني اللي هو كريمات التبيض، ده هنا في الحالة دي احنا بنتحكم في وتيرة انتاج صبغة الميلانين، وبنتحكم في ميكانيزم اللي هو آلية انتاج الميلانين، بنوقفها بحيث ان هي ما تفرزش زيادة عن اللزوم. برضو بننصح ان هو نشرب مية ساعات، اللي هو قلة شرب السوائل بيؤدي الى اسمرار البشرة. عدم التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، وقلنا المدار بتاع التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، وإن ربنا خلق لنا صبغة الميلانين كحجاب حاجز وواقي ضد أشعة الشمس، صبغة فوق البنفسجية الضارة، بحيث إن هي تحمينا من مرض السرطان عفوا. واستخدام الكريمات المرطبة طوال الوقت، خاصة الناس اللي هم بيبقوا أكثر عرضة للشمس،
فلازم يستخدموا كريمات مرطبة، ويفضل كريمات اللي هي غير دهنية ملهاش ملمس دهني، بحيث ان هي ما نزودش الدهون اللي داخل الجلد عشان بيبقى ليها تداعيات زي ما احنا قلنا الحبوب وما شابه. استخدام واقي الشمس، وهنقف عند واقي الشمس هنا شوية. بعض الناس بيختلط عليها موضوع واقي الشمس، يعني متخيلين ان كل ما يستخدموا واقي شمس معادل الحماية بتاعه من اشعة الشمس بيبقى اكتر، كل ده مكان مفيد. القصة باختصار شديد هو اسمه SPF اللي هو Sun Protection Factor، معدل الحماية من الشمس. وهو السوق الحقيقة فيه منتجات كتيرة من اول حماية 15 30 50 80 100. فعايزين نوضح ان هو الأشعة فوق البنفسجية اللي جسمنا بيحميها فيها نوعين، الترا فايلوت A و B، فيها نوع A ونوع B. أغلب كريمات الحماية من الشمس هي بتشتغل على الالترا فايلوت اللي هي أشعة فوق البنفسجية نوع B، وبالتالي بيظل نوع A هو بينفذ داخل جسم الإنسان وبيسبب أعراض زي التجاعيد، جفاف البشرة، لا قدر الله مع التعرض المستمر لأشعة الشمس بيسبب مرض السرطان زي ما احنا قلنا. وبالتالي إما أن أنت تستخدم كريم حماية من الشمس بيمنع ألترا فايلوت اللي هي فوق بنفسجية نوع بي، ويكون مضاف عليها مادة الزنك أوكسيد أو التيتانيوم، لأن دي بتختص بحجب أو منع الألترا فايلوت نوع إيه. أو أن أنت بتستخدم واقي من الشمس اللي بمكتوب عليه برود سبيكترم اللي هو واسع المجال، عشان بيحمي الجسم من نوع إيه ونوع بي. لكن يعني إيه درجة حماية 30، درجة حماية 50؟ درجة الحماية هو الاول بدأت قصة نظرية. لو افترضنا ان انت جسمك وانت تحت الشمس بياخد مثلا 10 دقائق لغاية ما تحس بالالتهابات والاحمرار، وبالتالي لما نقول درجة حماية 30. طيب معنا اتصال دقيقة واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني حضرتك دايما تطلع له حبوب في راسه، والحبوب دي بيبقى فيها صديد. هو عنده كم سنة يا فندم؟ هو عنده 20. عنده 20، تمام. وبعدين حضرتك احنا رحنا عند كذا دكتور يعني، وخدنا مضادات حيويه كتيره جدا. ولدرجه ان احنا عملناه مره بالليزر عند دكتور محسن بتاع الجلديه، فحضرتك كل دواء وطلعت تاني. كويتوها؟ كويناها وطلعت تاني برضو بعد 6 شهور طلعت تاني. حبوب مدممه وفيها نسبه صديد، حتى عملنا مزرعه على اساس ناخد مضادات حيويه. بالظبط. عملنا بقالنا حوالي 4 سنين نعمل في القصه دي ومفيش علاج يا دكتور. طب هرد على حضرتك. والليزر حضرتك عملناه برضه. طيب هرد على حضرتك، شكرا يا ام عبد الله، شكرا جزيلا. طيب ام عبد الله دلوقتي ابنها عنده 20 سنه او 21 سنه زي ما قالت، وعنده حبوب كتيره بتطلع له وحبوب متكرره. الحبوب ديت هي ليها حاجه من الاثنين، ممكن يكون هو يعني بياكل حاجات من اللي هي بتساعد على ظهور الحبوب، زي الشوكولاته، زي المكسرات، زي الاكل اللي فيه نسب زيوت عاليه، نسب فيه دهون عاليه، الفول، الطعميه، البتنجان، الحاجات اللي هي المقليات الكتيره دي كلها بتساعد على ظهور الحبوب باستمرار. والشوكولاته، اللب، الشطه، دي كلها حاجات بتؤجج البشرة وبتساعد على ظهور الحبوب ونسبة الدهون اللي في الدم بتزيد. ايضا استخدام كريمات الشعر لو هو بشرته يعني نقول ايه قبل لانتاج الدهون، بالتالي حتى كريمات الشعر المفروض يستخدم حاجات غير دهنية ما تبقاش فيها نسبة الدهون او نسبة الزيوت فيها عالية. انا ما اعرفش هو بشرته دهنيه ولا لا، لكن يعني يراعي بالذات اللي هي الملاحظات اللي هي الاكل اللي احنا قلناه، ان هو تجنب الشوكولاته كتير، المكسرات، الزيوت، الشطه، كل دي حاجات بتؤجج الحبوب. هيستمر على المضادات الحيويه اللي الدكاتره كاتبها له، دي هتضيع الحبوب. وايضا هيشتغل على كريمات الصنفره اللي هي موجوده في الصيدليات، بتبقى كريم فيها حبيبات، يعني بيدعك بشرته بكريمات الصنفره ديت مره الصبح او مره بالليل ما يكترش، وبالتالي بعد كده بيغسل وشه عادي باي صابونه، ويتجنب التعرض للشمس فتره طويله، لانه واضح ان بشرته يعني قابله لانتاج الحبوب، خاصه الحبوب اللي هي فيها صديد، فبالتالي بشرته قابله لتكوين
الحبوب، وغالبا ما دام هي حبوب وفيها صديد يبقى المسام بتاعت وشه كبيره فبتسمح بدخول الميكروبات والاتربه، فلازم يكون هو في الجامعه طبعا يكون معاه باستمرار فوطه او منديل ينشف على عرقه باستمرار، وما يسمحش ان هو يتعرض لاتربه فترات طويله، لازم على طول يغسل وشه باستمرار، يمسح وشه بفوطه او بمنديل مبلل. طيب قول. طيب قلنا العلاج بتاع سمار البشرة إما عن طريق التقشير وبنعمل عملية إحلال وتأكديد، أو عن طريق كريمات التبييض، ومجموعة في مجموعة فيتامينات هي بتساعد على تبييض البشرة، فيتامين سي اللي هو فيتامين جيم، فيتامين ه، فيتامين كاف، وفيتامين ألف. فيتامين سي زي ما احنا عارفين اللي هو موجود في الموالح، البرتقال، اليوستفندي، عفوا الجوافه، البطيخ، الفراوله. فيتامين اي ده بيساعد على تجديد خلايا البشره، ده موجود في الجزر، موجود في الفلفل الالوان الاحمر والاصفر، وموجود في الطماطم. ونخلي بالنا ان احنا ما نفرطش في تناول الحاجات دي عشان الطماطم فيها نسبة أملاح، وما يحصلش تراكم لمادة الكاروتين اللي هي بتعمل بعد كده طفح جلدي. وفيتامين كي ده بيعمل إعادة ترميم للأوعية الدموية اللي ممكن مع كبار السن بتعمل زي نزيف وريدي، وبالتالي بيعمل بعض التكتلات أو بعض الهيماتوما، نزيف داخل الجلد، وده بيعمل بقع في الجلد. فيتامين ه ايضا هو مضاد اكسدة وبيساعد على تفتيح البشرة. فيتامين الف وفيتامين ه الاتنين مضاد للاكسدة، مقوي للمناعة، بيساعد على تكوين مادة الكولاجين اللي هي في طبقة الدرمز اللي قلنا عليها، وهي اللي مسؤولة عن المرونة والصلابة بتاعة الجلد. في برضو بعض المواد التانية زي الساليسيليك اسيد، ده اللي هو صابونة الساليسيليك دي اللي موجودة في الصيدليات، دي بتقشر الطبقات الداكنة في الجلد، لكن نحذر التعرض للشمس بعد استخدامها مباشرة. مادة الهيدروكينون دي ايضا موجودة في بعض المستحضرات لتفتيح البشرة، وبرضو نتجنب التعرض للشمس. في مادة الازيليك اسيد دي برضو دي بمناسبة ام عبد الله كانت بتسأل لابنها، ازيليك اسيد ده كريم مضاد حيوي، ده طبعا الاسم العلمي مش الاسم التجاري، وبيستخدم ان هو بيقضي على الميكروبات اللي في الحبوب، اسمه ازيليك اسيد، موجود فيه كذا مستحضر في السوق، بينفع اعتقد هينفع لحاله ابن حضرتك. في بعض المستحضرات الثانيه برضو اللي هي الكوجيك اسيد والاربوتين. يعني تقريبا ده كل اللي عندنا النهارده، حاولنا قدر المستطاع ان احنا نغطي موضوع تبييض البشره والتغيرات اللي في اللون اللي بتطرأ على البشره. قلنا ان في بعض الحاجات ممكن يكون حالات مرضيه نتيجه تغير في نسب الهيموجلوبين فوق او تحت، نتيجه تناول الكاروتين بنسب عاليه، نتيجه ايضا الكيراتوزيس، نتيجه بيحصل بعض الكيراتوزيس اللي هو الخلايا الكيراتين اللي هي الخارجية، بيحصل زي مرض الصدفية، ده بيحصل تراكم للجلد الميت فوق بعضه، وده بيؤدي الى تكوين طبقة خشنة خارج الجلد، ده اللي هي الصدفية. عندنا برضو اللي هو تعرض للشمس فترة طويلة بيؤدي الى جفاف البشرة، بيؤدي الى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة زي التجاعيد وزي تكتلات للميلانين. في نقطة مهمة كده كنت نسيت بس اتكلم عليها، نتكلم عليها سريعا، اللي هو قلنا الكريمات المرطبة مهمة قوي ان اصحاب البشرة الدهنية يستخدموا كريمات جافة، ما يستخدموش كريمات الدهنية عشان ما تزودش ظهور الحبوب. اصحاب البشرة العادية او المتوازنة ممكن يستخدموا اي كريمات مرطبة، تجنب الخروج في اشعة الشمس من 10 الصبح ل4 زي ما انا قلت. وبنتمنى لكم صحة جيدة وحيوية بإذن الله رب العالمين. نتمنى نكون فدناكم بالمعلومات اللي طرحناها على حضراتكم بإذن الله في الحلقات القادمة، يعني هنقدم معلومات أوفر من كده. شكرا لكم بإذن الله، وإلى اللقاء.